وبعد شكله بيني وبين نفسي اخيرا قررت انه ان شاء الله بكره حنمشي جيم. ولكن اول حاجه خلونا نشوف اليوم بدا كيف لحد ما وصلنا هنا. بدا يومنا بصباح جميل وهادي وقررنا نستبدل الشاي ودرهم العجيب بين نسكافيه ومكتب العجيب لانه مجاني فده المسمى الوحيد له، وحنديه فتره بتاعت اسبوع ونشوف هل حيثبت نفسه ولا حنرجع للشاي ودرهم. المهم بعد ما انجزنا بعض الاعمال المكتبيه كالمعتاد سرقت من استاذه منى حلاوه جميله، وبما اننا في المكتب الجنبي فكان لازم نفتح بحذر، فاذا انت يا منى قاعد تحضر في الفيديو انا ما استركت الحلاوه والفيديو ما بيثبت اي حاجه. المهم بعديها طوال اتجهنا انا ومحمد علي عشان ننجز بعض الاعمال المكتبيه الخارجيه، وفي الطريق قاعد ساعه عشان افهم محمد علي انه انا داير اصلي العربيتي وعايز اعرف مكان في دبي وهو ما فاهم انه انا قاعد اتكلم عن ياتو عربيه يا جماعه. المهم وصلنا وافي مول وطوال توجهنا لكاتب العدل ولقيت بعض المتابعين هناك وسلمت عليهم وقلت لهم لازم تخشوا في اليوميات عشان اي شخص انا بلاقيه يا جماعه قبل ما اسلم عليه بصوره طوالي عشان تكونوا ناقشين. المهم بعد ما انجزنا اجرانا المطلوب بعد ذاك رجعنا المكتب وحضرت الجلسات بتاعتي، بعدها عملت بعض العمل كالمعتاد، رجعت البيت اخر شخص يا مدير، طبعا لنا زمن يعني ما جبنا سيرة المدير. وفي نهاية اليوم قعدت مع نفسي وكنت متضايق جدا جدا منها لانه نفسي امشي الجيم والعب رياضة، بس كل يوم بقول بكرة حامشي بكرة حامشي.